Buongiorno ragazzi, come state? النهارده إن شاء الله هناخد درس بتاع كواترو بعنوان كيفوزا فاي يعني ماذا تفعل؟ هندرس بعض الأفعال المهمة، يعني مثلا هنا جايب لي صورة ولد بيلعب، فأقول إيو جوكو يعني أنا ألعب، إيو جوكو إيو يعني أي جوكو ألعب، بلاي أنا ألعب. طيب انا اكتب اسمها ايو سكريفو، سكريفو يعني اكتب، ايو سكريفو انا اكتب، ايو اسكولتو انا اسمع، ايو لجو انا اقرا. يبقى دول كده اربع افعال مهمين، جوكو العب، سكريفو اكتب، اسكولتو اسمع، لجو اقرا. طيب عايزين نربط درس الاماكن اللي اخذناها المره اللي فاتت مع درس ماذا تفعل، يعني مثلا أقول كيكو زافاي السينما، ماذا تفعل في السينما؟ رد إيو جواردو أون فيلم، إيو أنا جواردو أشاهد أون فيلم، فيلم أنا أشاهد فيلم. في السينما بعمل إيه؟ إيو جواردو أون فيلم أنا أشاهد فيلم. كيكو زافاي الجاردينو، ماذا تفعل في الحديقة؟ إيو جوكو أ كالتشو أنا ألعب، إيو جوكو أ كالتشو يعني كرة قدم. I am playing football زي بالظبط إيو جوكو أكلتو. كيكو زافاي الريستورانتي، ماذا تفعل في المطعم؟ إيو مانجو أونا بيتزا أنا آكل بيتزا. في الريستورانتي في المطعم باكل أونا بيتزا. كيكو زافاي الليبريريا، ماذا تفعل في المكتبة؟ إيو لاجو أون ليبرو أنا أقرأ كتاب. كيكو زافاي اسكولا، ماذا تفعل في المدرسة؟ ستوديو لتاليانو، ستوديو يعني ستادي بدرس، لتاليانو الإيطالي. كيكو زافاي السوبر ميركاتو، ماذا تفعل في السوبر ماركت؟ كومبرو إل شوكولاتو، كومبرو يعني أشتري، إل شوكولاتو الشوكولات. يبقى كمان مرة عندنا ست أماكن بست أفعال مهمين. في السينما كيكو زافاي وات ار يو دوينج؟ السينما بتعمل ايه في السينما؟ ايو جواردو اون فيلم اشاهد فيلم. طب في الجاردينو جوكو اكلتو بلعب كرة قدم. طيب في الريستورانتي في المطعم مانجو اونا بيتزا باكل بيتزا. كيكو زافاي الليبريريا بتعمل ايه في المكتبة؟ ايو لاجو اون ليبرو بقرا كتاب. كيكو زافاي اسكولا، ماذا تفعل في المدرسة؟ ستوديو لتانيانو بدرس الايطالي. كيكو زافاي السوبر ميركاتو بتعمل ايه في السوبر ماركت؟ كومبرو إيتش شوكولاتو بشتري شوكولات. عندنا هنا اونيشي لدول كولوني يعني وصل العمودين ببعض، عندنا هنا الأسئلة وعندنا هنا الإجابات. كيكو زافاي السينما بتعمل إيه في السينما؟ طبعا إيو بواردو كون فيلم مشاهد فيلم. كيكو زافاي الريستورانتي، ماذا تفعل في المطعم؟ مانجو أونا بيتزا باكل بيتزا. كيكو زافاي إن جاردينو بتعمل إيه في الحديقة؟ إيو جوكو أكلتو بلعب كرة قدم. كيكو زافاي السوبر ميركاتو بتعمل إيه في السوبر ماركت؟ إيو كومبرو إيل شوكولاتو بشتري شوكولات. كيكو زافاي الليبريريا بتعمل إيه في المكتبة؟ لاجو أون ليبرو أقرأ كتاب. كيكو زافاي أسكولا، ماذا تفعل في المدرسة؟ توديو لتاليانو بدرس الإيطالي. ده كده درس أونيتا كواترو كيكو زافاي معناها وات ار يو دوينج بتعمل ايه. درسنا فيها بعض الافعال المهمه زي مانجو اكل، جواردو اشاهد، سكريبو اكتب، لاجو اقرا، كومبرو اشتري، جوكو العب، ستوديو بدرس. وربطنا درس الاماكن بدرس الافعال. كده ان شاء الله مش هيكون فاضل لنا غير درس واحد بس اللي هو أونيتا تشينكوي. المرة الجاية بإذن الله هندرسه اللي هو سائل المصنع. أريفيدرتشي.